معايا على التليفون كابتن طارق العشني، المدير الفني المتميز واللي تمكن اليوم من هزيمة النادي الأهلي بهدف دون مقابل. يا كابتن طارق أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل. أهلا إبراهيم، إزيك إبراهيم؟ مبروك يا كابتن طارق، مبروك، حبيبي ألف إبراهيم، مبروك. أخبار حضرتك إيه؟ الله يخليك يا إبراهيم. أنا كويس الحمد لله. يلا تحياتي ليك ولأسرتك. طيب خليني أسألك، يعني رؤيتك للقاء اليوم، وكيف واجهت النادي الأهلي، وكيف وجدت مواجهة النادي الأهلي عشان أكون دقيق في التعبير؟ يعني يعني بغض النظر طبعا احنا قابلنا النادي الاهلي النهارده في الشكل طبعا، بس كان لنا اهداف. الهدف الاول هو ان في سباق على المركز الرابع، وده كان هدف رئيسي عندنا في الشكل. طبعا النادي الاهلي بيفتقد كتير جدا جدا من العناصر الاساسيه، وفاتح المجال طبعا للولاد الشباب، وانا بعتبرها خطوه جيده جدا يعني في الفتره الاخيره للوقوف طبعا عشان نحدد مين اللي يقدر يستمر معاه في الفتره القادمه. فالمباراه كانت بالنسبه لنا يعني ذو اهميه كبيره بغض النظر عن مين بيلعب، شباب النادي الاهلي وخاصه شباب النادي الاهلي ده بمباراتين انبي الاتحاد عمل احراج كبير جدا للانديه اللي كانت في الاتحاد. الولاد بيلعبوا بحماس بشكل كويس، والدنيا يعني اعتقد يعني مباراه انبي في الاتحاد قدروا في 20 دقيقه ان هم يحولوا نتيجه المباراه للفوز المستحق في الاخر. عشان كده احنا المباراه كانت عندنا ليها اهميه، والحصول على الثلاث نقاط في المقام الاول، ونواصل سلسلة المباريات اللي احنا بدأناها بشكل كويس جدا عشان نوصل للمركز ده. لأن مباراة طبعا مهمة جدا مع الإسماعيلي في الملعب الإسماعيلية، محتاجين ان احنا نلعب فيها على الثلاث نقاط أمام فريق كبير للإسماعيلي، على أساس ان احنا إذا انتزعنا المركز الرابع أعتقد يعني هيبقى تتويج لمشوار الفريق في الفترة الأخيرة، رغم ان في فرق كتير جدا تسبقنا الإمكانيات طبعا المادية وكمان الكواليتي على اللاعبين. لكن انا بحيي طبعا مجلس الاداره لمساندته اللي في خلال 4 شهور، انا ضغطت على اللعيبه بشكل كويس جدا والولاد استجابوا، والحمد لله رب العالمين الفرقه اتنقلت نقله كويسه جدا، واللعيبه حتى مستواها ارتقى لدرجه ان معظم لاعبينا دلوقتي مطلوبين لكل الانديه، وده يعني انا بالنسبه لي يعني شيء كبير جدا جدا اضافته للمكان. كابتن طارق خليني اسال حضرتك، كلام الفتره اللي فاتت برضو بدا يزيد تاني على اللعيبه اللي عندك، كان في وقت من الاوقات كده الدنيا نامت خلاص محدش هيمشي من طلائع الجيش، وحضرتك طلعت معانا كلام يا ابراهيم، كلام برضو، لكن كل الموضوع كلام. كل زي ما قلت لك انا قبل كده الباب مغلق تماما، على اساس خلاص احنا عندنا هدف، احنا دلوقتي بننافس على مركز متقدم. انت عاوز تبدا من حيث تنتهي في المركز ده، عشان انت تقدر تواصل المشوار في السنه الجايه كل الفرق خاصه مع الفرق الكبيره، وتقول ان انا دايما هكون من المربع واخد خطوه، اخد خطوه كمان، لابد ان انا احافظ على القائمه الرئيس. هل التدعيمات اللي احنا سامعين عنها هتبقى خلاص في يعني خلال ايام موجوده زي محمود وحيد وزي مصطفى فتحي؟ محمود وحيد الوحيد، هو الوحيد دلوقتي اللي فعلا انضم لي. محمود وحيد انضم ليكم، مصطفى فتحي؟ لا ما اعرفش حتى الان موقف مصطفى، ما تعرفش موقفه عامل ازاي، بس وحيد خلاص دي صفقه خلاص خلاص يعني وحيد انتقل خلاص لينا، السنه الجايه باذن الله تعالى هيكون معانا. كل التوفيق ليكم ان شاء الله باذن الله يا كابتن طارق، وبتمنى لك يعني التوفيق ان شاء الله باذن الله الموسم اللي جاي والموسم الهايل اللي انت عملته الحقيقه، ده حاجه عظيمه جدا. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن طارق العشري، مدير الفني المتميز لطلائع الجيش.